سيدنا الحبيب واهلا وسهلا بكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياك الله جميعا، حيا الله جميع المشاهدين الكرام، وعظم الله اجوركم جميعا. عظم الله اجوركم. طيب انا افتح باب الاتصالات، الاخ ابو اديب، تفضل استاذ ابو اديب. السلام عليكم، حياك الله استاذ، حياكم الله استاذ، اهلا وسهلا والمودودين جميعا، حياكم الله. طيب استاذ وعد، نحن من اجل يزيد اول شيء نحن لا ناخذ منه دين ولا نترضى عليه، يعني انت اليوم متمسك بيزيد، نحن مين من اهل السنه يتمسك بيزيد ويقول رضي الله عنه ويقول انت وجماعتك، انت واحد منهم. لا لا اجينا العارضي اخونا ابو اديب عبد الله بن عمر بن الخطاب، اهل السنه والجماعه، اخونا عبد الله تسميه باسم اهل السنه والجماعه ويقول لك او يزيد نعم وكذا. انت لا لا لا. انت واحد من هؤلاء، انت واحد من هؤلاء. أنا بني أمية نعم أقول لك، لكن كل واحد نوصف هناك ميزان يا أستاذ وعد. طيب يزيد شرعي ولا مو شرعي؟ الآن خلافة يزيد شرعية ولا لا؟ هو ليس خليفة شرعي، هو ليس خليفة شرعي. لا شنو هو؟ هو ليس على منهاج النبوة. لا إذا مو شرعي. ملك. ملك من الملوك. ملك شرعي ولا مو شرعي؟ ملك من الملوك، ليس شرعي ولا خلافة شرعية، ملك ليس. لا لا ملك. ما حدا ملك بلدك. اسمع انا سأعطيك من قال خليفة، الان هو ملك شرعي ولا لا؟ نعم ملك شرعي نعم. ايوه هناك لحظة الان هو ملك شرعي زين. إيه نحن نحن خليني اتكلم انا هيك اقول لك، يعني يوم القيامة أنكروا نكير ياخذني بالقبر يقول لي انت تترضى عني يا إيه؟ الان والله انا اثبت لك انك من اتباع يزيد، اعطيني مجال بس خليني اتكلم. اسمع الان انت قلت ان شرعيه يزيد ابن معاويه انه ولي الامر، اسمه ملك اسمه خليفه، اذا يزيد ابن معاويه ولي للامر، صح ولا انا غلطان؟ هو أخذ يعني أبوه كان استشهاد منه هذا نصبه، لكن ليس هو. هل هو ولي الأمر شرعي؟ أنت تقول الشرعي و... أنت قلت شرعي ملك. لا لحظة، ملك شرعي ولي الأمر صح؟ نعم. أيوة أحسن، ولي أنا عنا بعقدتنا هدو الفاجر يصير ولي علينا. أيوة هذا كتاب أخواني، هذا كتاب هو قال انه يزيد شرعي ولي الامر، هذا كتاب طاعة ولاة الامر في السنة النبوية، كل هذا الكتاب بالتخلف. نعم نعم احسنت. اذا الله قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول ويزيد بن معاوية لانه ولي الامر. طيب استاذ وعد، اذا على نفس انت ما عم تتكلم الان، معناته يزيد بن معاويه راح يضل هو الخليفه وهو المستمسك بالحكم وكل شيء. انت مو قلت الان يزيد ولي الامر وشرعي؟ إيه ملك، لكن نحن لا ناخذ من دين. لا 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 انا اثبت لك، والله اثبت لك. لا نعظم يزيد بن معاويه، ليس عنا شخصيه تاريخيه ونعظمه، من قال هذا الشيء؟ اهل السنه ما يبغضوا يزيد. طيب ما هو عنا يا شخص من يا ابا ادي الصحابه، انا اريد الاخ وليد، اريد الاخ وليد وباقي الاخوه يشهدون من الذي يتكلم بالدليل ومن الذي لا يريد ان يتكلم بالدليل. يا ايها المشاهدون الكرام، يا ايها السنة ايها المشاهدين، معلش استاذ وعد، نحن اليوم عندنا يزيد ماذا يسوى عنا اهل السنه والجماعه؟ كل شيء كل شيء، دينكم يزيد ما يسوى عنا شيء. انا اثبت دينكم يزيد، اعطيني مجال بس امشي معايا. ولا يسوى عنا والله إيه. انا اثبت، يا شوف انت تقول ما يسوى وانا اقول يسوى. شنو يزيد بن معاويه اخوان الامام السجاد بايعه وقال قن انا بايعه، يعني انت تطعم بنفسك الان. ابو اديب هي مو مسألة عراك،
انت تقول يزيد ما يسوى. خلي خدمك كيف يبايع الامام السجاد المعصوم عندك؟ كيف يبايعه؟ لم يبايعه الامام، لا تصح الروايه، هذه الروايه لا تصح بنفسك. حتى علماء الشيعة يزيد لم يحضر الى المدينه، لم يعرف يزيد. سيد هو يريد ينتقل، يريد ينتقل الى موضوع اخر. شوف الامام السجاد عندك امام معصوم يبايع يزيد؟ ماشي ما. سنناقش هذه المساله، بس اول شيء لحظه سنناقش هذه المساله وساثبت لك انه لم يباع. لكن قبل هذا تسلم لي، لان انا بدات بالموضوع وسالتك. الان هو يا اخوان هو يقول انه يزيد ما يسوى عندنا شيء، اذا امر الله تبارك وتعالى لا يسوى عندك فلس، ولا تعتبر بامر. والقرآن لا يسوى عندك فلس إذا ما تؤمن بيزيد عندك. لماذا؟ ما يخليني أتكلم. شوف إخواني ما يتركني أتكلم، يا أخي أنا أسكت، وأنت أتكلم، ومن أنا أتكلم اسمعني يا أخوان. يا أيها السنة، هذا كتاب كامل، طاعة أولي الأمر. والقرآن الكريم قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الآن سؤال، هو قال أن يزيد بن معاوية هو ولي أمركم وهو شرعي، لكنه قال هو ملك. طبعا علماء قالوا خليفة، لكن ما أريد أخوض في هذا الموضوع. قال أن يزيد بن معاوية ملك شرعي وهو ولي الأمر الشرعي. الآن الله قال أعصوا ولي الأمر ولا أطيعوا ولي الأمر؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. إذن أنت ملزم بطاعة يزيد، صح ولا أنا غلط؟ الآن أنا ما لي مجبور أطيعه، لأني ما لي بزمانه. لا لا، اللي في زمانه ملزم بطاعة. أنا أدري مو بزمانه، لو كنت في زمانه واللي كانوا في زمانه ملزمون بطاعتي ولا لا؟ نعم. أحسنت. إذن الحسين عليه السلام ملزم بطاعة يزيد. الحسين مجبر بطاعة يزيد؟ ملزم. ما بايع يزيد؟ إيه لا، هو ملزم بمبايعته، ملزم يعني شرعي. إيشي ما يصير وليا للمسلمين مشان من أجل المسلمين جميعا يعني. نعم تفضل سيدي. تفضل. طيب اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين. اخونا ابو اديب، هذا ابن تيميه في كتابه منهاج السنه النبويه، اسمع ماذا يقول امامك على الشاشه، شوف ما هي منزله يزيد عند السلفيه. يقول وفي الصحيحين عن جابر بن سمره ان النبي صلى الله عليه واله قال لا يزال هذا الامر عزيزا الى 12 خليفه كلهم من قريش، ولفظ البخاري 12 أميرا، وفي لفظ لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم، هو مكتوب وليهم 12 رجلا، وفي لفظ لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة كلهم من قريش. خلنا نشوف من هم هؤلاء. ابن تيمية يقول وهكذا كان، فكان الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان. لحظة، فكان ماذا؟ الملوك لو الخلفاء؟ خلفاء. خلينا خط تحت الخلفاء، ويقولون ما في خلفاء اخوان. خلينا رسول الله الخلافه فقط 30 عام. ايوه كان. لا لحظه، لا اذا ابن تيميه تكذب. فكان الخلفاء منه ابو بكر، اقرا سيدي. ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم تولى من طبعا طفر الامام الحسن، الامام الحسن استخلف 6 اشهر، ثم تولى من اجتمع الناس عليه وصار له عز ومنعه، معاوية وابنه يزيد. معاوية أعز الله الإسلام بمعاوية ويزيد. إيه هم يشعرون بالعز. إيه عزهم ويزيد، والله العظيم إخواني هم عزهم ويزيد، هم دينهم. بس لحظة والله يا إخواني، كما قرأتم العز عندهم رفعت رأسهم يزيد. هذول اللي يجون أما يقول لك أنا ما أحب يزيد. لحظة أخونا يا جماعة، الله عليك حج وعد، يعني القرآن الله تبارك وتعالى يبشر، والنبي صلى الله عليه وآله سعود اكتب يبشر وكما يذكر ابن كثير يقول هؤلاء بشرت بهم التوراة،
يبشر بمن يقتل ابن بنت رسول الله ويسبي عيال رسول الله. يبشر بمن انتهك المدينة حرمة المدينة والنبي صلى الله عليه وآله. سيدنا سيدنا هو قتل الحسين عندهم عز، لأنه يقولون يزيد هو يعز الدين. طيب ليش ما تقول آراء أهل السنة والجماعة؟ يبشر بمن ضرب الكعبة بالمنجنيق. يا أبو أديب هدم سقف الكعبة. أو ليش تقول شرعي؟ أو لماذا تقول خليفة شرعي إذا أنت ويا الذهبي اللي يقول ناصبي؟ يا استاذ وعد نحن نتكلم، انت ليش تقول شرعي؟ اه شريعه اسلام. هناك ملوك كانوا مصلحين وهناك ملوك ممكن وديف سؤال احد يحاسب على ما اقترفت يده. تفضل ابو كريم. ابو كريم تفضل حتى سعود اقدمه بعد. ابو وديف انت قلت خلافه يزيد شرعيه، الخروج على الشرعيه مسموح بها عندكم ولا لا؟ ما حكم من يخرج على الشرعيه؟ اجتمعت عليه الناس، اجتمعت كل الناس على يزيد، صار خليفة للمسلمين. زين اللي يخرج على يزيد عندكم شنو؟ فاسق، قاتل، بالجنة بالنار؟ أول شيء الحسين ما خرج على يزيد. أنا ما سألتك على الإمام الحسين، أنت قلت الخروج على الشرعية. النبي عندكم حديث في مسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. نعم صح ولا لا؟ هل خروج الإمام الحسين عندكم ينطبق على هذا الحديث ولا لا؟ ما خرج الإمام الحسين ما خرج ضد يزيد يخلع يزيد. لا وين خرج؟ خرج شو يسوي؟ خرج من أجل إصلاح. ومن المفسد؟ بأمة الجد. هل خرج مع؟ يا أخونا عباس لا تتكلم سوى ميت. لحظة. أنا أقول لك. الحسين خرج للإصلاح، المفسد من كان؟ بعثوا له أهل الكوفة قالوا له أنت إمامنا ونصيرنا. أي بعثوا له لننصرك وتنصرنا. أي بعثوا له أهل الكوفة وقالوا له تعال وننصرك. ننصرك ضد من؟ من أجل إصلاح، من أجل ترجع الإصلاح بين المسلمين. من اللي كان مفسد حتى يصلحوه؟ يا أخونا أنا عندي ثلاجة خربانة، أروح للمصلح أقول له تعال صلح لي، يقول لي شو اصلح لك؟ اقول له ثلاجه. الان الحسين راح يصلح. من الخربان؟ ولك الخربان منو؟ عشان بنو هذول كما قال كتاب الفتوح عندك، كما قال كتاب الفتوح عندك يرجع الى بلش الامر. عمي الله يرحم والديكم. شلون بلوي يا اخونا يا حبيبنا يا نور عيني؟ الان الحسين خرج ضد من؟ ما تريد تقولها، ما تريد تبلعها. والله أقولها طلع من أجل إصلاح بأمة جدة. أيوة. ومين أفسد في أم جدة حتى يصلحها؟ من اللي أفسد؟ إيه كان الخلافة بالشورى بين المسلمين. لما معاوية صار بين أهل بيته هون اعترض الحسين وقال كلامه. لما ابن عمر نصح الإمام الحسين قال له لا تخرج إلى أهلك فإنهم غدارين. قال له أنا أخرج من أجل الإصلاح ليعود الأمر كما كان. غدارين من أهل الكوفة الشيعة؟ على عصر الغدارين. لحظة عمر وعثمان الغد... وعلي. لحظة الغدارين الغدارين الشيعة صح؟ الكوفة؟ نعم أهل الكوفة. نعم أحسن. كما غدروا علي بن أبي طالب. الشيعة غدروا دسمع الشيعة غدروا النبي وغدروا علي وغدروا جبرائيل وغدروا برنامج سؤال بريء. بالله عليك سيد وعد انت الان. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني كم... الكوفة انه ما غدروا لا حسين. تسمع كلهم كلام سيد غدروا غيري خليني غيري كتاب الاحتجاج. اي غدروا وكتاب الارشاد للمفيد. يا با غدروا تسمعني تسمع الضربة. غدروا الكوفة غدروا الشيعة غدروا كل الشيعة غدروا الآن تمونا لا تنصرونا وغدروا خلاص. أحسن إيه اسمع سلمت وياك شغل. هذا الجيش اللي كان ضد الحسين اللي هو جيش عمر بن سعد وعمر بن وعبيد الله بن زياد كان يتحرك بريموت كنترول من هذول الشيعة الغدرة ولا كان يحركه شخص آخر؟ كل الأمر كان يطلع من عبيد الله بن زياد. نعم أحسنت سيد وعد. من عبيد الله بن زياد.
واللي كان يحرك عبيد بن زياد هم الشيعة أهل الكوفة صح؟ لا لا، مين يحركه؟ مين كان يحرك ابن زياد ولا الكوفة؟ هو لا لا، لكن ما ثبت عن يزيد. الآن هو عمي الآن الآن مو الحسين عليه السلام قتلوه، جيش قتلوه الشيعة هم الذين غدروه. لما اجى الجيش، هذا الجيش كان الشيعة هم اللي حركوه، هذا كان جيش الشيعة صح؟ لا، جيش الكوفة نفسه اللي كانوا راح ينصروا الحسين هم من خرجوا مع ابن زياد وابن سعد والشمر، خرجوا من اجل قتل الحسين نفسه لا ينصروه. ماشي يعني من اجل القتال. ماشي ما بعد ما اعطاهم. لا لحظة لحظة، يعني الجيش الذي قتل الحسين كان بيد الشيعة، الشيعة هم الذين يتحكمون به، جيش شيعي. لا لا، هم كانوا جنود بالجيش، جنود يعني جنود، العدد من أهل الكوفة كلهم كانوا كوفيين. لحظة، يعني اسمع، يعني الكوفة كانوا في جيش يزيد بن معاوية، يعني يزيد استعمل أهلها. زين، هدو زين. الآن هؤلاء الشيعة اللي في الجيش اللي قتلوا الحسين كان يأخذون رواتب من مين؟ من يزيد. سني ولا شيعي يزيد؟ مسلم. كان موظفهم حاج وعد، كان موظف في الجيش الشيعي بإمارة عمر بن سعد. أي عمر بن سعد الشيعي. نعم نعم أحسنت، نعم. عمر بن سعد الشيعي صح ولا لا أبو أديب؟ عمر بن سعد. أبو كريم ليش نحن نحب أهل المدينة الأنصار؟ لا لا، عمر بن سعد الشيعي ولا سني؟ قتل الحسين. أبو أديب، عمر بن سعد الشيعي ولا سني؟ تفضل سعود تفضل سعود. عمر بن سعد. عندي كلمه عشان بنزل ال سعود بس كلمه ويحاسب على ما خافت يا لحظه ابو اديب، بس انا اريد اسلم للاخ ابو اديب ان الكوفه شيعه والشيعه هم من قتلوا الحسين. طيب، من الذين نصروا الحسين وقتلوا معه؟ هذول اللي قتلوا مع الحسين اكثر من 70 رجل، هذول سنة أخونا أبو أديب من أهل بيته. كما لا لا، أهل بيته 17 رجل، اسمعني، أهل بيته 17 رجلا. يا أبو أديب أرجوك اسمعني يا أخونا العزيز. الآن الذين هؤلاء الذين نصروا الحسين عليه السلام، هل هم شيعة أم سنة؟ عدا أهل بيته، مثل حبيب بن المظاهر الأسدي، مثل زهير بن القين، طيب هؤلاء، مثل برير بن خضير، هؤلاء شيعة أم سنة؟ هؤلاء استشهدوا معه، شنو ذولا؟ والحر أيضا، الحر والحر إيه، شنو ذولا شيعة؟ كان بجيش بن سعد إيه. الآن الذهبي يقول 30 رجلا كانوا من شيعة الحسين، كانوا في جيش عبيد الله بن زياد وتحولوا مع الحسين. زين، انا اريد سنه اذا الشيعة قتلوا الحسين، السنه لماذا لم ينصروه؟ وين السنه عن نصره الحسين؟ وين الصحابه؟ لماذا لم ينصروا الحسين؟ ها؟ اي لاني نصحوا اهل المدينه، هم يا رجل كيف نصحوا؟ انت تقول خرج للاصلاح، انت تقول خرج ليصلح. الصحابه لماذا لم ينصروا الاصلاح؟ قالوا تعال ننصرك، بعدين خزلوا. الصحابة لم ينصروا الإسلام. هذول الشيعة، اسمع، هو يقول لك إنه الشيعة هم اللي خذلوا. زين، الآن أنت قلت إنه الحسين ذهب سلام الله عليه للإصلاح، يعني أنا الآن لو في خير وإصلاح أروح مع الإصلاح. مو عايشة خرجت للإصلاح 1470 متر. نعم. ليش؟ لأن الإصلاح جيد. لو الإصلاح ما هو كويس كان ما خرجت. إذا الإصلاح نسعى له، نركب بعير، نركب جمل، نركب حصان، نسعاله. فسيدي سألك، إذا الحسين عليه السلام خرج للإصلاح، ليش ما ذولا ركبوا البعير مالتهم والفرس وراحوا نصروا الحسين الصحابة؟ أحسنت حجين، كما نصروا عائشة حينما خرجت للإصلاح. ما خلينا نسمع سعود وبعدين انت خذ لك فر اخونا الوادي. تفضل سعود، تفضل سعود. بس لحظه اديب ابو اديب، سعود انا ما راح اطول. تفضل اخونا سعود معلش وليد، لان انا ما راح اطول، انتم قاعدين، انا بمشي، انا عندي كم سؤال وبطلع انا. بس خلي سعود.